احلى بها رمضان، شبابنا معنا نحيا الهنا معنا. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، محمد النبي ورسوله. لا إله إلا الله، الحمد لله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اكبر، سمع الله لمن، الله اكبر. سبحان رب العالمين، الله أكبر، الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان رب العلا، سبحان رب العلا. الله أكبر. اغفر لي وارحمني وعافني واجعلني وارزقني، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. الله أكبر، الله أكبر. تحياتي. أيوة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على آدم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله. اللهم تقبل منا. اللهم ابعد عنا النفاق والرياء والحسد يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا النفاق والرياء والحسد يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا النفاق والرياء والحسد يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا. اللهم اصرف عنا. اللهم اصرف عنا. اللهم احسن خاتمتنا. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. يا رب احسن خاتمتي يا الله. اللهم توفني وانت راض عني. 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 اللهم ادخلني في سحر جناتك. اللهم ادخلني في سحر جناتك. اللهم ادخلني الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم ادخلني الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم ادخلني الفردوس الاعلى من الجنه. يا رب احشرنا مع الانبياء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يا رب احشرنا مع الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيق يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن خطايانا. اللهم يسر الأمور. اللهم أنت الميسر فيسر أموري كلها. اللهم أنت الميسر فيسر أموري كلها. اللهم أنت الملهم فألهمني. اللهم أنت الملهم فألهمني. اللهم وفقني يا الله. إني وكلت أمري إليك فأنت خير من اتكل عليك. اللهم إني وكلت أمري إليك فأنت خير من اتكل عليك. بسم الله توكلت عليك يا الله. يا رب العالمين. يا ملك الملوك. يا رحمن يا رحيم. اللهم إني وكلت أمري إليك. اللهم يسر أموري كلها في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم ظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم وفقنا في جميع الأمور. اللهم وفقنا في هذا البرنامج.
واجعلنا ننتفع في الدنيا. اللهم وفقنا في هذا البرنامج أنا وجميع أصحابنا رب العالمين. اللهم وفقنا. قال له ربه اجعل كل ما نقوله لنا هو خير لنا وأن يكون في موازين حسناتنا يا رب العالمين. أنا وجميع أخواني في هذا البرنامج المشاركين. اللهم وفق جميع المتسابقين. وفق جميع الإدارة. وفق جميع أخوان المشاهدين يا رب العالمين إلى الطاعة. اللهم اجعلنا عونا لهم يا رب العالمين. لا مضرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ادخلني فسيح جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أمي وأبي. اللهم أطل في أحبارهم. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أطل في أعمارهم يا رب العالمين. اللهم وفق أخواني وأخواتي يا رب العالمين. اللهم وفقهم يا رب العالمين وأصلحهم. اللهم وفقهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم وفق أولادهم وبناتهم يا رب العالمين. اللهم وفق بناتهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم وفق زوجتي يا رب العالمين واصلحها. اللهم صبرها وصبرني وصبر جميع اهلنا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا فسيح جناتك. اللهم تقبل منا. اللهم ابعد عنا النفاق والرياء والحسد يا ارحم الراحمين. ربي ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا ونحن له مسلمون وانت خير الوارثين. اللهم اني وكلت امري اليك وانا اعلم بانك تولوا فإنما أفضل من يدير الأمور في هذا الكون فيسر الأمور وأنت أعلم بحال وأنت أعلم بحال يا الله. اللهم يسرها من عندك. اللهم سهلها من عندك. اللهم ارزقني بالمال والبنون يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني بالصحة والعافية. اللهم يسر أموري واصلح حالي واصلح شأني. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم ادخلني فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لها ما كسبت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ولاهم عن قبلتي في العالمين. الحمد لله الحمد لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. السلام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يرون.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أولئك الذين اشتروا الحياة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل قدس وجهة فكلما جاءكم رسول فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام سلام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤية قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله. وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فرأيت في النوم ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار،
فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. قيام الليل عبادة الذين رضوا لأنفسهم الخلوة بالله سبحانه وتعالى في ظلمات الليل البهيم، وتلك شعيرة لا يوفق لها إلا من أثقلته، ولا يوفق لها من أثقلته الذنوب. وقعد به صخبه في النهار فبات جثة في ليله، فيصبح وقد حرم كثيرا من الخير. ذكر قيام الليل في القرآن في أكثر من موضع. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وذكر في السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهكذا يغدو شهر رمضان مدرسة يتدرب فيها العبد على قيام الليل، ويتعود أن ينصب قدميه في صلاته خاشعا مختبئا، يتلو آيات الله ويدعوه، يقطع بها سكون الليل مع عباد الله الصالحين، حتى إذا من سلخ الشهر على قيام الليل ألزم حتى من سلخ الشهر على قيام الليل ألزم لله ولرعايته وحفظه الله إن شاء الله. جزاكم الله خير ويعطيكم العافية. ونصيحة مني خارجة عن الكتاب، قيام الليل يعني في كثير من التوفيق للعبد، وعبادة مطلوبة بصراحة في شهر رمضان. أتمنى أن احنا ما نقصر فيها رغم أن احنا مقصرين، وأنا أولكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ مقرى، شيخ مقرى، تدخل مقرى. بسم الله عافيك. تبارك الله. ترى يمكن اليوم أسويكم على المقرأة. يلي ايش رايك؟ ترى اسمع المغرب بقول اقوم الصلاه من مصلي. والله يخوفني اذا وقفت هو مر عدا. وهذاك تاء مربوطة، هذيك إذا وقفنا عليها بالهاء طبعا. هذه اللي وقفنا عليها بالهاء؟ هذيك اللي في البقرة. إيه؟ اللي غلطت فيها معدودة. معدودة. إيه معدودات هنا. هنا معدودات. سبحان الله. الله يوفقك يا رب. يا الله. والله أنا مقصرين والله. الله يفتح عليك يا رب. الله يرفع قدرك. أنا والله الجلسة ذيك تعبتني أمس. لا تعب. ها؟ أي مكان. لأنه المكان مايل كذا، أحس نفسي هناك جالس على ورا. الكاميرا موجهة. طب احط لك الكرسي الكرسي أحسن. نفس الكرسي هذا احط لك هناك ورا احسن. لا 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 ها. هي المشكله في الطاوله. بجيب قدام هنا كرسي، ايش رايك؟ خلاص اجلس هناك نفس المكان. لا عشان الكاميرا موجهه هنا. الكاميرا ما تتحرك؟ ايه موجهه في النص، فاجيب لك كرسي هنا قدام. تبغى ايش رايك؟ تبغاني اقدم؟ لا خلي خلاص مشي مشي امشي راحتك ترى. لا الله يبارك. هذا كيف انا زعلان عليك.
طيب يا محمد، محمد نفس الترتيب. اي داري بس يقول احس اني بطيح على ورا. بسم السلام عليكم. كلنا بنحس كذا بعد. سم؟ كلنا بنحس كذا، هو الموقع كذا. مساكم الله بالعافيه. انا ابحث عن راحتي الله يطول عمرك. حتى طيب اوكي. الله ينور ايامك حبيبي. لا انا في شغله طلبها مني وسويتها بس. الله يجزاك الخير. مساعده. اوه انا ربيت في اذنك، استغربت. وش السكون اللي عليك؟ متى؟ ما شاء الله محمد غريب والله. غايب. الطفولة يمكن. يا رب الله يسعدك. لكن الله يكتب أجرك وأجركم جميعا. أقسم بالله أننا نستفيد في كل يوم. الله يكتب أجرك. الله يزيدك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا على نهاية الحزب. هون 80 شزك. ايه 80 في 80 كذا 81. طيب شباب في اليومين اللي راحت يعني تقريبا عرفنا اغلب النقص الحاصل والمشاكل في التلاوة عند الجميع يعني. فمن اليوم نبغى نحاول نبذل اكبر جهد عندنا، اكبر جهد تقدر تسويه، سواء كان النقص عندك حاصل في نقص المدود والغنم، او كان النقص حاصل في اختلاف موازينها بالنسبة للقراء المجيدين. انا اقترح عليهم انه يعني المدود والغنن يوقفوا الترجيع فيها عشان تصير كخطوة حتى تنضبط موازينها. واضح؟ وش شخص الترجيع دي؟ الترجيع اللي يكون في المد او في الغنة، انه يصير فيه تنغيم في اقول يا شايف؟ هذه نوقفها شوية، لانه انت لو ما فيها مشكله هي، لكن طالما انت يعني تسويها فهي حتكون سبب من اسباب انه الموازين ما تكون، الميزان ما يكون بنفس المقدار يعني الغنه والمد، فيجي مد خفيف مثلا النغمه ما تساعد فيعدي، فيجي مد ثاني فيه له نغمه فيتظبط يعني. ف واضح؟ واضح. طيب بالنسبه للوقف الابتداء يعني هو الموضوع سهل شباب، إذا ما في موضع وقف نوصل، إذا عندنا قلي أو صلي أو جيم نوقف. شو مشكلة الصوت؟ نفس. فطالما ما في نفس كفاية أي موضع وقف تلقاه وقف عليه. طيب إذا كان الآية طويلة كانت ولا فيها موضع موقف؟ الله يعينك، عاد توقف اضطراريا وترجع تبدأ مرة ثانية ونشوف يعني. في كل موضع في له يعني في كل الله يسهلها. الله يسهلها يا رب. استعينوا بالله ربي يفتح عليكم. توكلنا على الله. استعذ بالله واقرأ بسم الله. 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. عفوا وإذ أخذ الآية دائما اللي قبل الرقم. صحيح عرفت؟ نأخذ وإذ. أيوة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماء. الرقم للآية اللي قبل. دائما للآية اللي قبل. وين؟ وإذ أخذنا ميثاق بني بني إسرائيل. أنت تحت صفحتين هذه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. طيب 82 أو 83 زي ما قال الشيخ. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلوات وآتوا الزكوات ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. لحظة، وأقيموا الصلاة، هذه الواو ما تنطق في التلاوة، هي رسمت في الرسم العثماني كذا لكن ما ننطقها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقبلها في غنن كثير ومدود شوية، زيد عيار التركيز شوية. طيب يلا أعيد ولا أعيد؟ بسم الله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوات ثم توليتم وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسد وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسف وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. الله يفتح عليك. نفس النقص في الغنة، الغنة كثير رايحة يعني، والوقف كمان وقفت على مواضع كثير ما فيها نفس، هو نفس المشكلة. عبي نفس كويس وفكر في الآية قبل ما تقراها وابدأ واستعين بالله. الله يفتح عليك. الله يفتح. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حسبك الله يفتح عليك ونور بصائرك يا رب. الحروف المشددة يبغى لك تركز عليها شوية. عندك مثلا وأيدناه وأيدناه، وافتكر أمس كمان برضو في موضع أو موضعين ناسيه الآن، نفس المشكلة أنا نسيت أقول لك عليها. الشدة، ركز على الشدة وحاول تعتني بها يعني. ولا ما شاء الله حتى عنايتك بالوقف واضحة يعني. الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أن ينزل باخذ عزم بس خذ عزم أن ينزل من هنا ابتدأ أن ينزل أي أن ينزل بغينا أن ينزل الله. لا تبتدأ من بغيا، لا هذا ابتداء خطأ. أنا بدأت من أول الآية. طيب ما هو نفس المشكلة نرجع ابتدأ من بالله. يعني أبدأ من أن ينزل. أيوة ذحين أنا ما وقفت في الحالة هذه ولا يا سيدي سوي اللي تبغى. طيب أن ينزل من هنا حبيبي من طيب. هنا أن ينزل من هنا ابتدى. يعني قصدك خطأ في اللغة. أنت قلت ينزل هي بالتشديد ينزل. طيب ماشي. بئس ما اشتروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذ قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلما تقتلون هنا الميم فتحة بس لا تزود ألف بعد الفتحة بس فتحة. قل فلما تقتلون لا, لا زادت اقطفها اقطفها قطفة كذا. قل فلما تقتلون مظبوط قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. المشكلة الغنى برضو في غنى موجودة في غنى ما هي موجودة. المدود أحيانا تنقص أحيانا تكون موجودة ركز عليها كذا وحاول إنك أبشر تكملها. الله يفتح عليك. الله يسعدك تفضل. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بالنسبة للمدود والغنى حاول انك تخليها صافية كذا بدون غرب. ايوه عساس يكون كتمرين يعني. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب دحين نقصت الغنن
النفس. طيب. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. حسبك، الله يفتح عليك. حاول على طول المدود كملها ولا تنغمها، والغنى نفس الكلام. الآن يبدو أنه الحكاية أربكتك شوية، يعني ما أخذت راحتك ونقصت بعض الغنى وبعض المدود، وهذا يعني هذا طريقة سليمة، لأنك إذا تخلصت من المشكلة إذا وقفت التنغيم في المدود والغنن بعد كذا راح يكون الميزان عندك متساوي. عرفت؟ ممتاز. الله يفتح عليك يا شيخ. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الله يفتح عليك. الله يبارك. والتابعين
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله يفتح عليك. واضح جدا التركيز في تلاوتك، واضح انك حريص انك ما تفوتك ولا غنى ولا مد، لكن في غنى مشت. خف ترجع. وما هم بضارين هذه مره عديت عليها سريع، معليش يعني تنقص احيانا، حتى القراء يعني احيانا في الصلاه حتى التراويح تلاقي في غنى ناقصه في غنى زايده، وهذه طبيعه البشر يعني. انا شفتها في المرايه بس بتخلي رايح بس. الله يفتح عليك. الله يسلمك. تفضل يا شيخ. ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبت من عند الله خيرا ولو كانوا يعلمون. شوف، ولو انهم امنوا واتقوا لما ثوبت من عند الله خير، وقف عليها. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت من عند الله خير. شوف، نأخذها واحدة واحدة. ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبت، لما ثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون. وقف عليها. لما ثوبة من عند الله، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذابا أليم. واسمعوا، وقف عليه. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين. بس وقف على واسمعوا، في العلامة شايفة اللي فوق، ها خلاص هذه علامة وقف. واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. معلش، يلا عيد الآية. شوف، ما ننسخ من آية أو ننسها. نأتي، التاء هذه ما فيها ياء بس كسرة، نأتي إيه. بعدين بخير، حاول أنك تفتح الخاء بخير. أوكي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير نأتي بخير منها
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. حسبه، يعني صلحنا الأشياء الرئيسية، باقي الغنن ما هي موجودة، حاول أنك تكملها. شوف عندك ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. المشكلة هذه لما أجاوب نفس. أيوة خلينا نجرب، ممكن نجرب مرة يلا. ما ننسخ من آية أو ننسي، ما أنا ما في غنى أو ننسي. أنت لا عيدها، ما ننسخ، جبت الأولى بس اللي بعدها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله، في بعضها نقصت، معليش عشان الوقت نبغى نكمل. أرجع لك بعد النقاط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما شاء الله، الغنن يعني أغلبها موجودة. وما لكم من دون، نقصت هذه ها؟ وما لكم من دون، ثنتين، الأولى ما كانت موجودة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، فقد ضل، أي أظهر الدال هذه. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الله يفتح عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حسبه، برضو نفس الملاحظة الرئيسية عند الأغلب، يعني الغنن كثير ناقصة، ووقفت على من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب لو وقفت عليها أرجع من وين؟ فين وقفت أنت؟ أنا نسيت. من بعد ما كفارا حسدا من عند أنفسهم. وبعدين ابتدأت من فين؟ من بعد ما تبين لهم الحق. اي لا ما في موضوع. طيب من وين أرجع طيب؟ حسدا من أول آية. حسدا. طيب أنا بديت من حسدا، لا عفوا صح. اي بعدين الحق قلنا المشدد الموقوف عليه حروف القلقلة، هذه أقوى ما أنواع القلقلة، بيّنها. أنا حاولت أسمعها ما في ولا خفيفة حتى، سريع راحت. اليوم من بعد ما تبين لهم من الحق. بعد ما تبين لهم الحق. طيب الله يفتح عليك، تفضل يا أنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قالوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك، الله يفتح عليك. في برضو مواضع هنا كثير ناقصة، يعني ما أدري شباب، إحنا صارت الملاحظة هذه هي الرئيسية عند الأغلب، فنحاول يعني كذا نركز فيها، نحاول نكمل الغنى، لأنه كل يوم نفس الملاحظة. نفس وين هي بس موضوع حل؟ كثير كثير، ما في ولا غنى جبتها. لا أي والله، فيعني الغالبية أشوف نقص الغنى والمد هذا هو الأكثر يعني. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حسبك، نفس الملاحظة الرئيسية هذه، الغنة والمد، ما في عندنا مدود هنا في الآية، لكن عندك ابتداء شوية يعني، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، انقطع النفس صح؟ بعدين ابتدأت ليست اليهود على شيء. هذا قول مين؟ قول النصارى. يعني ابتدأ من أول وقالت النصارى. عيدة واضحة؟ عيدة. عيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ما شاء الله. كذلك قال الذين لا يعلمون مثلهم قولهم، مثل قولهم، مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نفس أظلم من لحظة. نفس المشكلة العامة هذه، الغنى والمد في نقص. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني هذه ما تجي في جلسة كذا، ولا حاول طول اليوم تدرب نفسك على إكمال الغنى. يعني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله يفتح عليك. عندي فقرة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. الله يفتح عليك. أنت تعمدت أنك ما تنغم في المدود، وهذا أعطى القراءة توازن نوعا ما يعني، وأعطاها نوع من الجلال يعني. الله يفتح عليك. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم،
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. حسبي الله يفتح عليك. في موضع كم موضع كده شدة يعني جات خفيفة معك شوية نفس ملاحظة من اللي كان يغلط في الشدة؟ أيوه في كم شدة كذا أنا بس قلقلة يعني؟ مش القلقلة الشدة بالحق بشيرا ونذيرا والله ما في السماوات فثم وجه الله غنى فثم وجه الله تصور الغنى؟ لا هذه أنت قريتها؟ فأينما تولوا فثم وجه الله لا هذه قريها معنا إيه؟ عموما هو في تلاوتك متوازنة أنا أقدر أقول متوازنة أنت لو تستمر كذا ممتاز يعني بس لو تبني عليه تحاول بس إيش الملاحظة الأساسية؟ الأساسية ما في ملاحظة إلا أحيانا نقص الغنة نقص بس أنا أفضل للمتعلم هذا النوع من التلاوة لأنه أسهل يكون عليه التعلم أما اللي ينغم كثير هذه عنده عقبة في البداية يتجاوزها بعدين لكن طبعا بالإمكان الجميع يتعلم ما في معناه انه اللي يقرا بتعتع له اجرين ايوه الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران الله نعم احنا امس قاعدين نتكلم بعد ما مشيتوا يعني ف من اللي كان يكلمني ما افتكر لكن قال الحمد لله اجرين قلت له طيب يعني حاول تصير مع الفريق الاول يعني صحيح هذاك له اجرين بس الفريق الاول كمان مع السفر انا عندي سؤال لو تسمح لي سريع اسلم صله وقال وجيم هذه الاوقاف الوقوف علامات الوقوف في المصحف من وضعها على اي اساس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف هذه الوقفات ام اجتهادا من العلماء انه معاني الايات من وضعها هو معتمد على معاني الايات الرموز هذه اكيد اللي وضعوها مجموعه علماء اصطلحوا على هذه الاصطلاحات وضعوها حتى يرمزوا الى مواضع الوقف الصحيحه الوقف كان يتعلم الصحابه رضي الله عنهم الوقف من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعلمونه كان يقرا في الصلاه ويستمعوا وكان اذا نزل الوحي وقرا عليهم القران يقرا صلى الله عليه وسلم هل هذا الوقف بني على هذه القراءة؟ قطعا أحيانا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرة ووصل مرة بناء على إنه المعنى نعم. قد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا وهو الموضوع يعني في واسع يعني ما في ضيق يعني لأنه طالما أنت التزمت المعنى الأصل فيه التزام المعنى وارتباط اللفظ بعضه ببعض فإذا أنت راعيت هذه الأدوات اللي هي الأدوات اللغوية فقطعا راح تعرف أنت وقفك أنت وسلم الله يفتح عليكم جميعا أسلم حسن أسلم بالنسبة للمشاهد اللي يعني يتفرج وكذا وهو يبغى يحسن قراءته لكن ما عنده الشيخ باسم إيش الطرق اللي يمكن يتخذها عشان يحسن تلاوته والله المشاهد في البيت يعني هو جالس ما في أحسن من أنه يستمع للتلاوة ويردد مع التلاوة وفي بعدين مصحف بالتجويد اللي هو ملون هذا برضو يساعده أحيانا لكنه يعتبر أداة الأداة الرئيسية اللي تساعد الإنسان حتى يتعلم هي أداة عقله وهمته وإرادته ما في أداة زي كده فإذا استعان بالله سبحانه وتعالى وأحسن نيته في إرادة التعلم فعنده أدوات كثير منها أنه يردد مع القارئ يردد معه حرف بحرف ومنها أنه يعني الناس متفاوتة في إتقان القراءة فيشوف اللي أحسن منه ويجلس معه ويقرأ يقول له شو صح ولا لا يصحح له وكل ما تطور مستواه كل ما يشوف له واحد أحسن وبهذا إن شاء الله يتعلم الله يفتح عليكم جميعا وفقنا وياكم يا رب الله يسعدك وياكم حبيبي الله يرحمك
هذا الله وجهك. هلا الله يسعدك حياك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. بس نبغى نسال، قلنا نكمل بعدك. الله يسعدك. يعني شايف كيف نوع القراءه يختلف حتى. بيض الله وجهك. عشان اختلف الكلام اللي من قلب يطلع لي القلب على طول. اول محاضره تقرا الوجه الاول. انا عشان نعرف انه بعضنا ممكن صح ممكن ما تحتاج يعني صدقني انا مستعد اقرا لك المصحف كله انا ما عندي مشكله إيه. لكن انا اقول انه حتى لو استمعت انت لتلاوتي وجيت تقرا يمكن يتحسن شيء بسيط. ما حتتحسن الا اذا انت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تتمرن زي ما تتمرن على اي مهاره. يعني مو باستماع بس فقط. لا الاستماع رافد رافد، لكن في الأساس أنت تمرينك. أقدر أتفرج على واحد يلعب كمال أجسام كل يوم أتفرج عليه. طيب وبعدين؟ قدرات. لازم أتمرن صح؟ ينفع بس أتفرج؟ صح. الله يعطيك العافية. الله يفتح عليك. أنا شغندر حياك الله. كيف حالك؟ بالله عندنا جلسة خاصة كذا. معك مصحف؟ فين مصحف؟ جلسة خاصة وما أدري إيش. اعتباري. وين؟ يا اخي الطاوله هذه متعبه. بقيش بقعد معك علق بالضبط. شكرا يا ابو القف. لا اله الا الله.